وزير التنمية المحلية بيبحث آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء. اللواء هشام أمنة خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بحث عدد من المقترحات الخاصة بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء فيما يخص تعديل مواعيد غلق المحال والمولات التجارية للمساهمة في خطة الدولة لترشيد استخدام الكهرباء وتقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. واستعرض في الاجتماع التوجيهات باستحداث منظومة تراخيص المحال العامة ما يساهم في تبسيط الإجراءات على المواطنين لتشجيعهم على التقدم لهذه المنظومة ودعم المشروعات ودمج الاقتصاد غير الرسمي. دكتور عادل عبد الرحمن أستاذ الإدارة العامة والمحلية ومدير أكاديمية السادات فرع أسيوط، مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا سعادة الرئيس. أهم ما تم مناقشته في اجتماع النهاردة في رأي سعادتك إيه؟ هو طبعا أنا سعيد جدا أن حضرتك تديني فرصة للتعبير عن رأيي في قضية في غاية الأهمية. تفضل يا فندم. طبعا إحنا في مجتمعنا في النهاية يعني الهدف الأساسي للصانع القرار ومتخذ القرار ان الرأي العام وان الناس تبقى فيه وضع افضل، لكن لازم نعترف ان احنا عندنا ازمة خاصة بالطاقة وازمة طبعا يمكن ضاغطة علينا، فبالتالي احنا محتاجين قرارات ربما تكون قرارات غير اعتيادية. أيه. يمكن جزء من الرأي العام، انت عارف طبعا طبيعة المصريين يعني لهم طبيعة خاصة، ولو ان الكلام ده المفروض احنا ايه نعديه دلوقتي. أوه. لكن احنا دلوقتي في وضع أزموي، ودايما احنا من حتى بندي لأولادنا في الأندر جريد يعني ان دايما صانع القرار ومتخذ القرار في ظل الأزمة بيتخذ قرارات غير تقليدية. أي. من هذه القرارات اللي هي فكرة ضبط الـ الطاقة، يعني ضبط الإنارة، ضبط المحلات، ترشيد الاستهلاك. ترشيد الاستهلاك. ويمكن ساعات انا بستعير من الصينيين دايما فكره خلقتهم الصين حاليا، فكره ان من رحم الازمات ربما تلد الفرص. طبعا احنا لازم نؤمن تماما ان ضبط قواعد المواعيد في المحلات والمؤسسات ده امر انساني مهم جدا وجزء مهم في تقدم الامم. سعادتك لو نزلت برلين النهارده بعد الساعه 5 بتلاقي في ضبط المحلات. انا مش هتكلم في ده خالص دلوقتي رغم ان ده مشروع ولازم نعمله، لكن يا عم احنا خلينا في الدور الازموي. احنا بلدنا لها ازمة طاقة، انتوا عارفين الظروف طبعا المحيطة بينا، وعارفين الجو في العالم كله جو قائم على فيه ازمات كتيرة جدا، فاحنا عايزين ان يعني صانع القرار يحاول يدور على يعني تبديل وتوفيق رئيس. يعني ازاي؟ يعني دلوقتي في ضغط علينا مثلا امتحانات اولادنا في الثانوية العامة، في ضغط علينا جدا في شؤون الحياة المؤسسات والشركات اللي محتاجة غاز دي في فترة النهار وحاجات زي كده. طبعا احنا بقدر الامكان بنحاول نوفر الامر ده بضبط مواعيد المحلات للعاشرة مساء عشان نقدر نوفي في بعض الاجزاء، وانا ازعم ان هذا الامر امر وقتي يعني الاجراءات مش هيستمر على طول، يعني لان في قانون كمان لمواعيد غلق المحال في الصيف وفي الشتاء، ده في قانون معمول بيه. بشكرك جدا يا فندم. تمام يا سعادة الرئيس، ليس حبيب. شكرا. ان احنا بنطبق قانون يعني احنا يعني ما ينفعش كل شويه نقول احنا لنا وضع خاص. هو الطبيعه الخاصه الناس تقعد لساعه 5 الفجر وبعدين تروح الشغل، ومع ذلك الكلام ده مش وقته، وان هو هي احنا نعتبرها ازمه. أيه. فالازمه محتاجه التجيش الناس كلها مع بعض ونعديها وبعد كده نرجع لقواعدنا. بشكرك جدا يا فندم دكتور عادل عبد الرحمن أستاذ الإدارة العامة والمحلية ومدير أكاديمية السادات فرع أسيوط.